انا بشكرك، ودايما احنا بنركز مع المنتخب. البطولة اللي جاية دي طبعا كل واحد فينا عايز يثبت نفسه، واللي عايز يحترف واللي عايز يرجع النادي ويلعب. احنا مركزين دايما في البطولة، حتى الاجواء هنا في المعسكر اجواء كويسة، وكله بيتمرن اقصى ما عنده، وان شاء الله ربنا يكرم ودعوات المصريين معانا ان شاء الله. ايوه احنا لعبنا البرازيل قبل كده، واكيد يعني مفيش اختلاف، يعني بس بتلعب بروح وبرجوله، والحمد لله ربنا كرمك بخير. طبعا هم فرق كبيره وكل حاجه، انت هيفرق معاك نفسك في الملعب عشان خاطر لازم تلبس تيشيرت منتخب مصر. احنا بنموت نفسنا في البطوله، وان شاء الله ربنا هيكرمنا، واحنا ما نقلش عنهم في حاجه، يعني 11 ضد 11، وكل واحد ان شاء الله فينا يأدي أقصى ما عنده عشان خاطر البلد، وإن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله. أمل الميدالية الأولمبية بيداعب طبعا ما حصلش في تاريخ الكرة المصرية، هذا الجيل من اللاعبين عنده أمل وإمكانية كبطل أفريقيا أول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية أن يكون فريق بطل أفريقيا، فأنت شايف إيه حظوظنا في تحقيق ميدالية؟ لا والله زي ما قلت لك إحنا نتعب ونموت نفسنا، إن شاء الله ربنا يكرمنا بميدالية. طبعا أنا مش هقول لك إحنا هناخد ميدالية أو كده، احنا ان شاء الله نلعب على النهائي اللي هتعلم في نهاية 30 يونيو، هو هاجس بيقرب جميع اللاعبين، شايفه ازاي يا كابتن؟ والله دي حاجة بتاعت الجهاز الفني، احنا نتقن العمل بتاعنا ونبايع على ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا كاتب لي يكون موجود، ربنا يوفقه ان شاء الله ويعمل حاجة كويسة لنفسه ولبلده وللمنتخب. اللي مش هيكون موجود خلاص، هو ربنا أراد كده، وإن شاء الله ربنا يكرم يعني أي حد يكون موجود في التشكيلة بإذن الله، واللي سافر تركيا